بيان عاجل من وزارة الري المصرية بشأن نهر النيل، بننشر لحضراتكم التفاصيل وأسرة سمير غانم وتعليق عاجل على قرار السيسي، وننشر تفاصيل استقبال تاريخي للمصرية فريال أشرف صاحبة ذهبية طوكيو، وعاجل ستة أشياء ممنوع قيام الركاب فعلها خلال ركوبهم القطارات، ولماذا يرفض طارق شوقي تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ورسالة نارية من أمريكا لتركيا بننشر محتواها. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، أسرة سمير غانم وتعليق عاجل على قرار الرئيس السيسي. رد الدنيا سمير غانم ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم والدها وإطلاق اسمه على أحد الكباري. وقالت الفنانة دنيا سمير غانم: شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابا، هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة اسمك. وإمي سمير غانم حرصت على تقديم الشكر للرئيس السيسي بعد توجيهاته بإطلاق اسم والدها على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت على حسابها على انستجرام: شكرا سيادة الرئيس. ووجه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني لفتة جميلة جدا من الرئيس السيسي بتكريم اسم الراحل الفنان سمير غانم، ربنا يرحمه إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ولماذا يرفض طارق شوقي تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة؟ كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سبب عدم الإعلان عن الموعد النهائي لنتيجة الثانوية العامة، مؤكدا أن النتيجة لن تعلن قبل الاثنين القادم. وقال إن الوزارة تواصل العمل ليل نهار من أجل الانتهاء من تصحيح امتحانات مواد الثانوية العامة، وأكد أن أوراق الإجابات تمت مراجعتها عدة مرات والتأكد من حصول كل طالب على حقه. وزارة التربية والتعليم أكدت أن التصحيح الإلكتروني يتم بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، إذ يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات نافية صحة كل ما يتردد عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهت تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة لكن في شرائح توزيع الدرجات. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، يعني هذا هو سبب عدم الإفصاح عن نتيجة الثانوية العامة حتى الآن. نتمنى إن شاء الله الخير لجميع طلاب الثانوية العامة في مصر، إن شاء الله بالنجاح. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من وزارة الري المصرية بشأن نهر النيل وتأمين الموقف المائي حتى 2050. ذكر تقرير لوزارة الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ مشروعات الري الحديث في 393.1 ألف فدان حتى الآن بنسبة 76.1%، وأن خطة الوزارة تستهدف تنفيذ التطوير في مساحة 516 ألف فدان. وكشف التقرير أن خطة الوزارة في المرحلة الحالية تنفيذ نحو ما يقارب 156 ألف ري حديث بنظم الري السطحي، و55 ألف فدان جوفي، منهم 115 ألف في أسوان، و50 ألف في المنيا، و73 ألف في بني سويف، و73 ألف في الفيوم، و200 ألف و528 في الإسكندرية، و30 ألف في مرسى مطروح،
و45 ألف في شمال سيناء. وأعدت وزارة الري استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائي حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية في الدولة. وأن المحور الأول من هذه الاستراتيجية هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق في هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا. والثاني هو تنمية الموارد المائية، فنحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد في مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضا مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة. وهذه جميعها إجراءات تساهم في تنمية وزيادة الموارد المائية. والمحور الثالث في الاستراتيجية المائية يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة. والمحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية ووجود تشريعات تساعد في تطبيق هذه الاستراتيجية، وخطة إعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر صار معنا وننشر تفاصيل استقبال تاريخي للمصرية فريال أشرف صاحبة ذهبية طوكيو. وصلت البطلة الأولمبية فريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه إلى منزلها في حي المطرية بالقاهرة وسط استقبال شعبي حافل من أهالي المنطقة. حرص الأصدقاء والجيران على الاحتفال بفريال، وتم تخصيص حافلة لإيصال اللاعبة من المطار لمنزلها، كما حضر عدد من لاعبي ولاعبات الكاراتيه التابعين لمنطقة القليوبية للاحتفال بالبطلة التي رفعت اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2020. ونشرت فريال على صفحتها على فيسبوك صورا من استقبالها واحتفالها مع أهالي المنطقة، وكتبت: استقبال أهلي وجيراني وعزوتي، والله فرحتوني جدا، شكرا لكل أهل منطقتي بالمطرية وتحيا مصر. وحظيت فريال أشرف إضافة لأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث القادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد باستقبال رسمي في مطار القاهرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية. وأحرزت فريال البالغة 22 عاما الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في منافسات الكاراتيه للسيدات وزن فوق 61 كيلوغرام. وحققت فريال إنجازا كونها أول لاعبة تحقق الميدالية الذهبية في تاريخ مشاركات مصر في دورة الألعاب الأولمبية، حيث لم تسبقها أي لاعبة مصرية بتحقيق الذهبية بعد أن فازت عبير عبد الرحمن بالفضية والبرونزية في رفع الأثقال، وسارة سمير بالبرونزية أيضا في رفع الأثقال. مصدر معنا كان من RT، يعني هم دول شباب مصر وبنات مصر، يعني فرحتينا يا فريال، ربنا يحفظك إن شاء الله ويبقى في مزيدا من التقدم والنجاح بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: 6 أشياء ممنوع قيام الركاب فعلها خلال ركوبهم القطارات. حددت هيئة السكة الحديد المصرية 6 محظورات على الركاب خلال ركوبهم القطارات، تتمثل في حظر محاولة ركوب القطارات بعد تحركها أو النزول منها قبل توقفها التام، بالإضافة إلى الركوب بين فواصل وعربات القطارات أو الركوب على أسطح القطارات. وحظرت هيئة السكة الحديد المصرية على الركاب العبث أو شد بلف الطوارئ في غير الحالات المخصصة لذلك، أو محاولة عبور شريط السكة الحديد من الأماكن الغير مخصصة لذلك، داعي الركاب إلى الالتزام بهذه المحظورات حرصا على سلامتهم. وتستعد هيئة السكة الحديد في مصر لاستقبال آخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال الشهر الحالي، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري.
مصدر معانا كامل اليوم السابع، هذه كانت 6 محظورات يحظر على الراكبين أن يفعلوها في السكة الحديد أو في القطارات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر، ورسالة نارية من أمريكا لتركيا. أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن أمريكا ستدين تركيا عضو في حلف الناتو بشدة حال استخدامها قوى لحل الأزمات المتصاعدة بينها وبين اليونان في شرق المتوسط. ووفقا للخبر الذي نشره موقع سوزوغو التركي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه تم الاتفاق مع نظيره الأمريكي بلينكين على تطبيق قواعد القانون الدولي والامتثال لها، وذلك خلال اجتماع الحفظ على السلام والأمن الدوليين في البحر. وقال بلينكين بعد انتهاء الاجتماع على المجتمع الدولي أن يعمل على أساس القانون الدولي كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإبحار، وقال نعتقد أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تتقدم على قدم المساواة وندين الأعمال التي تسعى لإيجاد حل باستخدام القوة في البحر. مصدر معانا كان من الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهام العاجل. انتقل مع بعض الآخر خبر معانا ولكن مهم عاجل. الإخوان يطالبون الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. تعالوا نعرف آخر أخبار تونس. طالبت حركة النهضة الإسلامية الحزب الأكبر في تونس وممثل جماعة الإخوان باستئناف أعمال البرلمان المعطل من أجل التحضير إلى انتخابات مبكرة، ردا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس سعيد أنه يتخذ خطوات للمضى قدما في ترتيب وضع سياسي جديد في البلاد بعد قراره تجميد اختصاصات البرلمان. فإن حركة النهضة أعلنت تمسكها بعودة المؤسسة التشريعية، وقالت في بيان لها إن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة 14 يناير 2011 منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. وأوضحت أن بعض قرارات الرئيس ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. وبدأ الرئيس سعيد الذي يتولى حاليا السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ 25 يوليو بتعيين وزراء جدد وأقال عدة مسؤولين في مناصب عليا في الدولة، منهم طبعا يعني الإخوان المسلمين. وقال إنه لن يكون هناك عودة للوراء، ولكنه لم يعين رئيس وزراء جديدا ولم يطرح برنامجه وأولوياته لإدارة المرحلة، كما لم يتضح بعد أي دور ستلعبه الأحزاب السياسية. وكان سعيد حدد مدة التدابير الاستثنائية ب30 يوم قابلة للتمديد، وقال إنه سيعلي الشريعة الشعبية ويتوقع خبراء قرارات أخرى قد تقوم بتعديل النظام السياسي. وقالت حركة النهضة إنها كلفت لجنة لإدارة الأزمة السياسية مهمتها البحث عن حلول وتفاهمات تجنب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي، وتابعت أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان ليستأنف دوره ويساهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة. وأشارت إلى أن الانتخابات النزيهة تظل الأساس الوحيد للشرعية السياسية. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز طبعا، يعني جماعة الإخوان عاوزين يرجعوا للحكم بأي طريقة وبأي شكل كان، وبيهددوا يعني دولة تونس وشعب تونس إن لو ما رجعوش تونس هتبقى في الأسوأ. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف يعني رأيكم في تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية لدولة تونس الشقيقة. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.